طيب، المادة الأولى من الاتفاقية في الجزء الأول، يعني خلص زيد لي ثلاث دقائق، قال تتألف المادة الأولى من 6 مواد. المادة الأولى ماذا تقول؟ وتختص هذه المادة بتعريف مفهوم التمييز، ويتعلق بالتفرقة بين الرجل في حقوق المرأة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومما يلاحظ ابتداء على هذه المادة مفهومها للمساواة. أي مساواة تقصدون؟ هل الرجل كالمرأة؟ قالوا لا، ربنا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الرجل رجل ومرأة امرأة. قالك ما تقوليش هذا الكلام، فاعترض على هذه المادة أساسا. المادة الثانية تقوم، وتقوم البنود 7 للمكونة للمادة على الطلب من الأعضاء إيجاد قوانين للعمل على إزالة التمييز ضد المرأة في كافة الأحكام واللوائح. انتبه هنا، سواء أكانت هذه الأحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقاليد أو قوانين أسرة. بمعنى قانون الأسرة تاعكم في الجزائر الغيوه، ارجعوا لي للسيداو. القانون الأحوال الشخصية في أي دولة من الدول العربية الإسلامية التي تعود في تشريعاتها الأسرية إلى الشريعة الغيوة. وأيضا هذه المادة اعترض عليها، قال لك دون اعتبار لأي فوارق تشريعية، وهذا ما يسمى بالعولمة الثقافية. أيضا المادة الثالثة من الجزء الأول تقول، وهي مرتبطة بما قبلها، ثم المادة الرابعة والخامسة والسادسة لا إشكال فيها سوى، بالعكس المادة الرابعة والخامسة والسادسة نحن نؤيدها إلا في جانب واحد، لأنه تقول لك المواد هذه تحريم استغلال المرأة جنسياً أو توظيفها في الدعارة. هذا شيء إيجابي على كل حال، ودائما نقول يا إخواني نتعلم، ليس كل شيء نأخذه بأنه مرفوض جملة أو تفصيلا أو مقبول جملة أو تفصيلا، إنما نتركه في الميزان الشرعي. هذه المواد طبعا تحرم استغلال المرأة جنسيا أو التجار بها أو الدعارة، أو إلا أن هذه المواد كلها تقول إذا كان ذلك برضا المرأة فلا مانع. وهذا ما نختلف فيه معهم، الزنا عندنا بالرضا بالإكراه مرفوض ومحرم شرعا طيب، الجزء الرابع وهو الذي يعنينا كثيرا، الجزء الرابع قال وهذا الجزء رغم اشتماله على مادتين فقط، هذا الجزء شوف الجزء الرابع لكن فيه مادتين فقط، ولكن يعتبر هذا الجزء غاية من مواد معارضة لأحكام الشريعة الإسلامية وهدما للقيم الاجتماعية في المنظومة الإسلامية متنافيا مع الفطرة. ما هي هذه المواد؟ المادة 15 تمنح هذه أو تمنح هذه المادة المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وتنادي بإبطال الصكوك التي تحد من أهلية المرأة، كما تنادي بالمساواة في قوانين السفر واختيار محل السفر. وهذا يتعارض مع الإسلام. أولا لابد أن نفهم أن الأهلية، أهلية المرأة في الإسلام كاملة، أهلية الأداء، أهلية الوجوب. لم يقل فقيه من الفقهاء أن الأنوثة عارض من عوارض الأهلية، ولكن أن تقيم المرأة مع من تشاء وفي أي منطق تشاء وفي أي بلدة. حتى لو مثلا سان متزوج، قالت له زوجته شوف نقول لك، احنا ساكنين الآن في المشرية، إيه أنا لقيت عمل في باتنا، هو المطلوب؟ تقول له بقى على خير يا مرأة بالربي، كيف بقى على خير؟ تقول له والله أنا راح نسكن في باتنا وإن شاء الله تعالى كل خميس وجمعة نربح لك. الاتفاقية تمنحها هذا الحق،
وليس لك أن تعترض، وليس لك أن تعترض، كما قلت لكم النسب إلى غير ذلك. المادة السادسة عشر: تدعو هذه المادة إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج وحق اختيار الزوج وحقوق الولاية والقوامة والوصاية على الأولاد واختيار اسم الأسرة والنسب. وبالمختصر المفيد، هذه المادة تقويض لنظام الأسرة عندنا من أسس اختيار الزوج إلى أركان عقد الزواج إلى الحقوق الزوجية، سواء كانت حق الزوج على زوجته أو حق الزوجة على زوجها أو حق الأبناء، فهذه المادة تدمر المنظومة الأسرية جملة وتفصيلا. بل يا إخواني اسمحوا لي في دقائق معدودات، شاع مصطلح، وأعتذر من حضور، شاع مصطلح في العنف الأسري: الاغتصاب الزوجي. حتى حرية الزوج مع زوجته، قال لك لا لا، زوجتك لابد أن تكون العلاقة بينكم الجماع برضا. طيب، وإذا ما كانش برضا، هل ممكن الزوج يضغط على الزوجة تاعه لابد أن نمارس الليلة ما يمارس الرجل معهم؟ قال لا 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 لا، هذا اغتصاب، يعاقب عليه القانون. شوف وين وصلوا أيها الإخوة، أرادوا أن يدخلوا في الخصوصيات الخاصة التي لا يعلمها إلا أرحم الراحمين بين الزوجين. بل أكثر من هذا، يروحوا للمرأة الريفية، هي راي بخير عليها، تخدم في الغابة وتجيب الحطب وتروح تجيب الماء، حاجة كي لبا مدام، مدام مش الحاجة، مدام كي مرتاحة في دارك، زوجك يحتارمك، يفرضش عليك الأولاد، هذا الأولاد قداش عندك؟ تقول لهم عندي ثمانية. بزاف مدام، نعطيوك حبوب منع الحمل، تقول لهم كثر خيركم، راني مرتاحة، وش كل اللي شكالكم؟ أنا لاباس بيا مع راجلي بي وليداتي، إن شاء الله حتى يعطيني طريحة صباح وطريحة العشية، إحنا مرتاحين متفاهمين، أنا نخدم في وليداتي نخدم في أسرتي، أتقرب إلى الله بذلك. أرادوا تطمير كما قلت. ولهذا اليوم وزارات الأسرة والتضامن في كثير من الدول ما تسند إلى نساء من أجل إنفاذ هذه الاتفاقيات. أخيراً، لو أردنا أن نضع هذه الاتفاقية في الميزان، ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات؟ الإيجابيات موجودة كما قلت لكم، لابد وأن نتعلم الإنصاف، حتى ولو كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا أن لا تعدلوا، اعدلوا. هو عدوي نعم، ويريد أن يقوض منظومتي نعم، ولكنني أنا أعيش في النهاية ضمن منظومة أممية، أنا ما نعيش في المريخ، أنا دولة وعندي التزامات، ولا بد أن أكون ضمن المجموعة الأممية شئت أم أبيت. ومن ثم يجب علي أن أنظر إلى هذه الاتفاقات بمنطق الإيجابية والسلبية. وأختم بوصاية ذكرني إذا نسيتها: أولاً، الإيجابيات: إعطاء المرأة حقوقها التي حرمت منها في بعض المجتمعات باسم التقاليد البالية. أما الدين فإنني أقول كما قلت في منابر عديدة: لا أحد يزايد على ديننا الحنيف في إعطائه المرأة حقها الكامل. بالله عليكم، في أي شريعة نزلت سورة كاملة اسمها سورة النساء؟ وفي أي شريعة يمجد القرآن الكريم ويضرب المرأة مثالا كما ضرب مريم ابنة عمران وزوجة فرعون التي قالت: رب ابن لي عندك بيت في الجنة؟ ويذكر القرآن الكريم دور المرأة. إذن أيها الإخوة الأكارم، نقول: لا يزايد أحد على دين. ثانيا: حماية المرأة من التعرض للابتزاز الجنسي واستغلالها في الدعارة والبغاء وبعض أنواع العنف الأسري. هذه الإيجابيات. حقوق المالية والسياسية أيضا الإسلام كفلها، المرأة ما عندهاش الحق عندنا احنا تكون خليفة للمسلمين، الإمامة العظمى
رئاسة الجمهورية فيها كلام عند العلماء المعاصرين، بقية المناصب للمرأة أن تتولاها، ما عدا منصب القضاء أيضا فيه تفصيل عند العلماء. السلبيات: المعاهدة سلطة عليا، وإلغاء القوانين الوطنية وهو نوع من الاستعمار الفكري للبلدان، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية. عولمة قضايا المرأة: الحرب على الشرائع السماوية، الإهمال التام لذكر الله تعالى وهي محاولة لتكريس مبدأ الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى للسيطرة على الكون والخلق، الحرب على جميع التشريعات الإلهية من خلال الدعوة إلى عدم وضع اعتبارات للشرائع الدينية ومنها القوانين الأحوال الشخصية، تشريع الزنا وإباحته، إباحة الإجهاض. ولكن أيها الإخوة الكرام، وقد أنهينا الكلام بفضل ربنا، أريد أن أقول علينا كأمة توحيد أن لا نغيب عن هذه المحافل الدولية عند صياغة هذه القوانين. إذا تريد تنافس ما تقولش حلال وحرام ومن بعد ما ندخلش. اليوم إنما صنعوا ما صنعوا لحضورهم ووجودهم الدائم في هذه المحافل. لماذا الدول التي لها حق الفيتو، أعضاء مجلس الأمن 5: فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية 5. قال: لأن المسلمين كانوا غايبين لما تأسست هذه المنظمة وبكل أجهزتها. فاليوم سبحان الله القرار الحاسم بيد 5 دول في غالبيتها عدو لدود للعالم الإسلامي. يصدر مجلس الأمن يصدر قرار بإدانة إسرائيل، ترفع بريطانيا يدها حق الفيتو، ترفع أمريكا يدها حق الفيتو، خلصنا، أصبح حبر على ورق، ولقاءات الأمم المتحدة كلها ما عندها حتى قيمة، والقرارات الدولية أضرب بها عرض الحائط. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه هي معاهدة سيداو، وهذه هي إيجابيتها وسلبيتها، وسلبيتها أكبر بكثير من إيجابيتها، لأنها تدمر المنظومة الأسرية وتدمر المنظومة الأخلاقية، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، كما تقدم في المحاضرات السابقات أن الأسرة هي النواة الأساسية في تكوين المجتمع أو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، وهذه الأسرة كما سمعتم في محاضرة الأستاذ عبد الحق ميحي فيما تقدم أنها معرضة لكثير من الهجمات من والمؤامرات، سواء من طرف منظمات دولية أو جمعيات خيرية تلتبس بالخير، أما الخيرية فلا تكون كهذه، جمعيات تحاول أن تسلخ الأسرة من أصلها أو أن تهشش بناء الأسرة عموما والمسلم خصوصا، يعني كلهم يسعون أن يفندوا ويبطلوا الالتجاء إلى أحكام الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الكتاب المعصوم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على البشر وسن لهم ووضع لهم فيه قوانين يعلم أحوالهم فيها. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما خلق سبحانه وتعالى الخليقة علم ما يصلحها
وعلم ما يفسدها فسن فأوجب عليها أن تتبع ما يكون سببا في صلاحها، ونهاها أو حرم عليها ما يكون سببا في هلاكها ومحنها. وعلى هذا الأساس ستكون ندوة اليوم إن شاء الله تعالى دور الأسرة في تماسك المجتمع. ما دامت الأسرة هي اللبنة أو النواة الأساسية في بنائه، فهي أيضا المسؤولة على تماسكه. فإذا كانت هذه اللبنة أو هذه النواة مريضة أو هشة فإن التماسك مستحيلا. لا تجد إنسانا يبني بنيانا يضع فيه لبنا هشا، بالدرجة كما نقول احنا كاش واحد يبني داره بالقالب راشي، لابد يجيب قالب مليح قلوبيطو كما يقولوا، ولا من يشعر باش يطلع دار زينة. ولكن كذلك حال الأسرة، إذا كانت الأسرة متينة يعني محصنة بدينها وبأحكام ربها تكون سببا في تماسك المجتمع. ففي هذا الإطار أو في هذا العنوان سيحدثنا إن شاء الله تعالى الأستاذ الدكتور عبد الحق ميحي عن يعني دور الأسرة في تماسك المجتمع، بادئا بتعريف الأسرة أولا وأسس بناء الأسرة الصالحة. فليتفضل الأستاذ يعني مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله الغر الميامين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. سينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أمس بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، الأسرة هي الوحدة الأساسية التي يتكون منها المجتمع، وبدون أسرة لا يكون مجتمعاً. ولهذا الإنسان لو اختار أن يبقى عازباً فرداً لا يمكنه أن يتزوج، لا يمكنه أن ينجب، لا يمكن أن يكون له بنين، ولا يمكن أن يكون له حفدة. ولهذا أيها الإخوة الكرام حرم الإسلام الرهبانية، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام، حرم الرهبانية، بمعنى حرم على الإنسان أن يصادم الفطرة. واقتضت حكمة الله تعالى من أجل بناء الأسر واستمرار منهج الاستخلاف أن يودع في كيان الإنسان ويطبع فيه غريزة الجنس أي الشهوة، وهو أمر طبيعي فطري، وليس عيباً أن يشعر الإنسان أو الشاب بتحرك هذه الغريزة. الخطأ والحرام إذا ما سيّر هذه الغريزة في غير الأطر التي شرعها الله تعالى، كمنع ربنا سبحانه وتعالى على بني أو على النصارى، نعم، الذين ابتدعوا الرهبانية، فقال كما في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم قال فما رعوها حق رعايتها. لماذا أيها الإخوة الأفاضل والسادة الأكارم هذا النعي من الله تعالى والتنديد؟ ورهبانية ابتدعوها، ابتداع لم تكتب عليهم، اخترعوها.
لأنهم اعتقدوا أن سبب الشقاء، شقاء الإنسان، هو المرأة التي يحن إليها الرجل من خلال كما قلت الاستجابة لما يشعر به بين جوانحه من غرائز جنسية أو شهوة. وقالوا بما أن المرأة هي من أغوة آدم على رواية الإنجيل، نعم، وأنها سبب الخطيئة، فإن العفاف والكمال الإنساني الذي يستوجب الرضا الإلهي إنما يكون بترك النكاح وترك الزواج. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، لم يؤمروا بها. فماذا حدث؟ قال: فما رعوها حق رعايتها. لماذا لم ترعى هذه الرهبانية التي ابتدعها النصارى؟ لماذا؟ لأنها تعارض الفطرة وتصادم الفطرة، وكل ابتداع يبتدعه الإنسان أو اختراع يخترعه الإنسان في معيشته ونمط حياته يصادم الفطرة إلا وانتكس وسقط في أول الطريق. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الغلو حينما يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ما يقول المنبت أو المتنطع أو المغالي كالمنبت، لا الأرض قطع ولا الظهر أبقى. المتنطع متشدد، لأن الفطرة التي خلقنا عليها أن هذه النفس البشرية التي بين جوانحنا لها أشواق ولها طباع ولها غرائز ولها سنن تسير عليها. الإنسان لما يخدم بزاف يغلب، لازم يرتاح. لو يرهق جسده الليل بالنهار، قال يلا أنا العمارة هذه نطلعها في ظرف أسبوع، ماذا سيحدث؟ سينهار، يمرض، قد يموت. فلا هو بقي على قيد الحياة ولا هو أنجز عمارته، إنه هذه سنة كونية في الإنسان، إنه بشر حم دم يغلب يتعب. كذلك الإنسان لما يتنطع ويشدد على نفسه في جوانب العبادة يغالي الغلو. ولهذا لاحظوا معنا بعض التجارب، بعض الناس تلقاه يشدد على نفسه، يكفر الخلق، المهم الشيء اللي داره حرام يعتبر كفر، ويشدد ويغالي ويغالي. هذا الشاب هذا لا يستمر، إما أن يسلك طريقاً منحرفاً فكرياً، الغلو والتطرف والإرهاب، فيموت، فجر نفسه، يقتل إلى غير ذلك. وإما أنه ينحرف ذات اليسار ويعود أسوأ مما كان عليه، لأنه غلب تعب. لهذا أيها الإخوة الكرام، منهج الإسلام وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي رواية أوسطهما، ما لم يكن إثما. فإذا بناء الأسرة كما قلت هو المنهج الوسطي في التعامل مع الغريزة الجنسية، لأنه دائما الشيء له حدان، الإيجاب والسلب، اليمين والشمال، والاعتدال هو الوسط. الغريزة الجنسية أمر خلقه الله تعالى، كبتها لا يجوز، إطلاق العنان لها أن تسير كيفما
شاء صاحبها لا يجوز. بهيمية، حيوانات أكرمكم الله هم الذين يعني يستجيبون لغرائزهم، لا يبالون يعني في الهواء الطلق أمام نام، بهيمة لا تعقل. الكبت ليس منهجا إسلاميا، فالمنهج الوسطي حرم عليك الكبت وحرم عليك إطلاق العنان لهذه الغرائز، وأمرك بالزواج والعفاف. فقال سبحانه وتعالى كما في معرض مدحه للمؤمنين في سورة المؤمنون التي نقولها سورة المؤمنون على سبيل الحكاية ليس مضافا ومضاف إليه، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين وإن كان الآن انتهى ملك اليمين، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، انتبه، إذا أردت قضاء الوطر خارج هذا الإطار وهو بناء الأسرة وعقد النكاح، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى، أي من أراد قضاء الوطر خارج هذا الإطار، مثل ما رمتنا به الثقافة الغربية اليوم، نعم الجيرل فريند والبوي فريند والمش عارف والصداقة والأخلاء والمثلية وغيرها من السبل الفاسدة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويا سبحان الله، يا أيها السادة الأفاضل، اقتضت حكمة الله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم سره وجهره، يعلم مكنون نفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أن غرائز الناس تتفاوت بين غرائز متأججة لا يمكن أن يكتفي بالواحدة، وبين من غرائزه معتدلة، وبين من غريزته ميتة. فأناط الشارع الحكيم أمر النكاح بالأحكام الخمسة، أي قد يكون الزواج وتشكيل الأسرة واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. الزواج، إنسان عنين لا يستطيع إتيان الزوجة، مريض عالج ما ارتاحش، لا يمكن أن يتزوج، قال معليش نكلحهم والسلام عليكم، قال أنا تزوجت والسلام، لا يجوز، يكون الزواج في حقه حراما. إنسان بلغ به الشبق كما يقال مداه، وخشي على نفسه بل تيقن أنه سيقع في المنكر، يجب عليه الزواج، ويجب على الأمة مساعدته، سواء من مال الزكاة أو من التبرعات أو غير ذلك. المهم أن يفتح له المجال لممارسة هذا الحق وفق إطاره الشرعي.